بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا المروين ميل والبود الدنيا كجوكتان وحانو كهدل دونا لفتا جرين تالي شوب جيمس سوان يوليبا حسن شاد محمود او اتقانان دمانتود جيمس سوان و ارجيكا غاركا يقرمد مدوبي صوماليا لفتا جرين ومدحوينا ميلان حسن شيخ ومدحوينا فدرالك صوماليا تالي شوبنا و تالي اسلوب فدرالك صوماليات انت اصلا كورمي دونا هدي الى هيغا وكرا لنغضو هدان رونتا كوشاغا والا كالا دركي حسن شيخ محمود يلفتا جرين ميل فوق بي كالا جارين ارينتو دوي دركتي لفتا جرين مجالا مقدشا يا لوغا اسومي غاشانكا ودروري دلبكي حسن شيخ محمود كدبنا وحالو دري تليا اذا مدى اسلوب تا فدرالك صوماليات تلي شوب الله دري أو أديروه جبردة تلي شوب ودلينا وحى قبة عبد عسيس لفت جرين تلي شوب وحى بيدبل الله وجود دري إن أصاك حيو عبد عسيس لفت جرين تلي شوب وحى أتجي ويل كيسو أتجي ومدحوينا بيدبل شو جاء أديجي حسن شيخ محمود أيوة ها يدم الجديد بحوكيري مجال هذا مقدس أيان ربع إن اعتمادت أو أنقوضه وحو كويري لفتا جرين حمر ومصعدو أدير هدي أنيقو ورك الرسين كيسان كسين إياه هدي إذا عدا إيدين شيغين وإيدين شيغين هدي إيسان إيدين شيغين أنقا هدا إيدين شيغين ومعني مدحتو يدنا كل حجرنا وأو دي دي أبدا عسيس لفتا جرين إنو مقالة مقدشة تاقوه وو دي دي وحو كويري ماشاسي وان إسخلافني أنيقا إيا مدحوينها هديقو سياسة شقاكو مليهيد نن تليا ايات هاي شقادة هذا كأتكا وأديرو ماركا يسمعني حسن شيخ وسياسي ومدحويني أنا يقولنا سياسي بانا مدحوين أنا هاي وعان اسكو هاي نو وحوين هذي يقولنا ودرين سنت هاي لكن أدير أهان أيام كو وضايا نن هوي أنكو جينا يا هاي دين أديرو تليا شوب أد بو عراضي وطن ماركا يسراكيشي كأقدو ويد لفتا جرين ومعني هلفا وقاضي إسلام مركز نسراكيل إساقه كأمر قاته وماشاسي أكوت الله عليه هدا وعاكم إذا تليه مدحتو يدا عاصمة براوي ميلان حسن هيركي نيكي نهان سيديتن كي ويل ماركي سماشا جوغي مدحتو يدا مركي هوي أيكو ويرارين شاعتك الدولد إياغو وطادتك بيا ويبيغ دادك كإيبين أي وانيكي كاقا غيلي سيسراكيشنا كلا أي ومركي أقدم بيساي مقالة بيدا بالله قاضي مركي أرنتو أي ويناتي دل إيدبت تاريخ دي أدو قيدين هدنا مركاسي كدب تليش معني تليه هركي لبهد دلي شعب كدلي يدبد مركي يستاقين حرادي بونكاي عيدا مدى ماركي سي تليه اللو قدقي مركاسي كدبنا تليشو مركو بيدبتكي عرادي وقلت دول دعي سراكي شاسي هركي خوب كدقي سلقو سميه سيدي موريان إنو يهي شرف دل يبهدل لشيكياشا يبابور تلا قدقي لنا يري إلاي قريقا بيدبو بابور حتى كما قادي كرو وانا اللوك تكو تكتا وانا تن هيركي مالنتي شلي اهيد بيدبا اللوك وكوي مادي اساقو او لبقف اسكر كلية اي وارديي نيسو نينكي ماركي سيشرفت لها يدو عكسيقنا سراكيشي لدقا لانتي اي هويا احا جنرال اللو دلعسيي اساقنا بحاوي جاقدي سي سردون نمدنا اساقو سركال نبطسو قدا ادراد ديد ديقلي امريفلي استيت كاس ميلان وقاسو تيجي وعدران ارديجي ماركي سي ماشي أبل جود لوجد ديجلها درجة سرة يجاك سرة إن ماركي سي معني دول كلاطمي ماركا عبد عزيز لفت جرين وحكويري ماركي سي أديرو شبو أنا وحمر أم السعودي أنا جي لفت جرين وان أنا جي حسن شيخ وايس تقالني ماركي سي حسن شيخ محمودنا وحدونا يا إنه نقب صدو وحدونا يا إنه نبابيو وحدونا يا إنه ندورش هذا نقبصن وحدونا يا إنه نمدح بنانين marka sidaasi awgeed meeshaasi uma socdo taliyashub isagoo caraysan oo maarkayse macnihi taliyashub uis taliyashub isagoo caraysan oo dhibaato badan maarkayse wajigiisu ay ka muuqanayso ayuu ka dhoofay garoonka shaati guduud international airport magaalada baydhabo xamaru macni u soo dhoofay darad markuu wax qasqasay waxay ku kala tageen lafta gareen iyo taliyashub dagaal bay ku kala tageen waalidnimada waa meeshid laakiin siyaasad baa lagu kala tagay siyaasadana labada isdhashay baa ku kala tagtay sida caamka ah
كدب مقالة بين أبو حاتقي جيمي سوان وأرجع جارك قدام مدى ميدو بسوماليا أفرديا سوان مركو مقالة مقدشة كبحايي أنت أنا كبحين هبينك بري أو كرنوف كيس مركو يهي هاوي إذا عدوا وان إذا كوشاكني هبين نمام وين نفرين آدن مدو بي حسن شيخ محمود حسن وحو الله هدلي ميدو يورب نما كتر سن إيه جوغة حلاني وحو ويديستي إن سوان ولكن ما انتو سمبيدة ودوفين كهر تي وي اسورة قلي ويداي جيميس سوان ان حسن شيخ محمود مركاسي اي او جيان نمان كرير يروب وي ديدين قولا كلاو عدان وحدنا امري اسلاحة بين نمو مركي او قدن بيسي او جيران ان اي معاني وحسلي كران اي نتيجة دو نقطي سوان صبحي واو دوفي وحاو كدقي مقالة بيدة ماركي سوحو كتقي قرشاة ودر اقل ان او ربو doorashada in meel lagu sheego in shirka golaha wada tashiga qaran magaalada muqdisho in ma arkayse macnihi yaani la heshiisiyo dawladda puntland hirshabeelle galmudug mailand kismaayo dhamaan in ma arkayse macnihi dawladda federaalka soomaali wadar ogol ah goliyi wada tashiga qaran in la soo celiyo taasi ayuu u sheegay ee ma arkayse mar hadii uu yiri wadar ogol macnaheedu waxa weeye dastuurkii iyo wixii la walaaqay oo dhan in laga tagaayo marka kelmadda wadar ogol soo xisaayay ahayd maamul goboleedyadu wadar ogol bay inta badan ogol yihiin laakiin iswaan laba habeen buu meeshaasi saxday markii kadib isagii xasan sheekh maxmuud baa wada hadlay taleefanka ay ku wada hadleen dood dheer kadib iswaan waxa uu ku soo jeestay abdacsiis lafta gareen waa warka sidoo yahay waay lafta gareen wuxuu ku yiri waxaan rabaa in xasan sheekh maxmuud aan la heshiisid marka la heshiisay la heshiinaysidna magaalada muqdisho inaa timaadid ayaan doonayaa sidaas lagu yiri lafta gareen wuxuu ku yiri xamar waxba igama yaalo ninkaasi ani asaga waan isdagaalnay waanu kala tagnay markayse waa ninki macnihii waa ninkii wuxuu yiri anoo isaga marti u ah oo macnihii gurigiisa aan ku jiro intuu casuumay igu yiri weeye laba guuto oo ciidamaa ayaan baydhaba soo degsanaya yiri oo anigana aan ku dhahay yacni inaan naqabsato miyaad doonaysaa annagu miyaanan dowlad ahayn marka laba guuto ah wiyac adigu aa wadatid gurigeena aa keensanaysid aan ku dhahay uu yiri markaasaa xasan sheekh maxamuud lafta gareena dhahay wuxuu iswaanu ku dhahaa wuxuu igu jawaabay buu yiri ma arkaysa xasan sheekh maxamuud oo hadda yaan kaaga cabsanayaa oo hadda aan macnii inta ii joogtid gurigaygii yaan kaaga cabsanaya soo kuma dili kari marka ninka heerkaasina kala gaadhay oo shalay toole macnihii inta gurigiisa igu casuumay madaxtooyada soomaaliya macnihii ugu dhahay laba guuto ciidanan keensanayaa gurigaaga baydhabo ah oo macnihii seed u keensanaysa anigu dowlad soo ma nihin soo ciidamo ma lihin marka aan ugu jawaabayna igu yiri ma arkaysa yaan kaaga baqayaa hadda oo yaan idinkaga cabsanayaa idinka haddaad tihiin digil iyo marifle oo hadda soo gurigeega ma joogtid waxaan raba kuguma samayn kari ma ninkaasi ayaa nidaam dowladnimo daraaddeed martiqaadkiisa aan u tagaya sayf maba ahanbe wada dowladnimo ma ahan qaanuunka diblomaasiyadda wada la maray leedahay sidii laba dhuucil oo maarkaysa isharuuftay oo kale oo midii marka midda kale gurigeeda ama xaafaddeeda ay timaado macnihii kab intay la soo baxdo macnihii kabta macnihii wallahi kabtaan weji kaaga dhufana haddii kale sidaas oo kale macnihii diblomaasiyadda ma sidaasa lafta macnihii annaga waxaan nahay dad digil iyo mirifla ah sida uu ku yiri lafta gareen haddii xasan sheekh maxamuud iyo xataa kuwa isbaarada noo dhiganayay mar casuumaad aan u ogolaano ay noo yimaadaan madaxtooyada ma inaan bastoola dhakada ka saarnaa ma inaan dhahnaa wariyaha ma arkaysa macnihii hadalkeena ma diidi kartaan ma inaan dhahnaa ma sidaasaa dowladnimo ah oo ninkaas sidaasuu sameeyey nin sidaasi sameeyeyna anigu uma tagaayo yiri uma tagaayo statekaygaan joogaa iswaanow iswaan markii dambe wuxuu yiri lafta gareenow haddii aad diiday in ma arkaysa macnihii xamar aad timaadid ma arkaysa adigu ma soomaali baa tahay mise etoobiyaan baa tahay xaggeen kugu tirinaa iswaana dhahay lafdiga erayada uu yiri baan kuu sheegaya lafta gareena wuxuu yiri etoobiyaan baad igu tirinaysaa meesha soomaali ma joogtee iga qor etoobiyaan baad igu tirinaysaa adigu ergey baa tahay qaramada midoobay ka socda dhexdhexaad waa inaad ahaataa not in ma arkaysa macnihii dhinacaad la safnaataa waad ku qaldan tahay haddii aad macnihii wax qabanaysid ninka madaxtooyada aan ugu tagay gurigiisa aan ugu tagay ee casuumay oo igu yiri ma arkaysa yaan kaaga cabsanayaa i dhahay anoo madaxweyne ah title haya oo license aan haysto state aan hogaaminaya oo macnihii
baarlamaanka 77 aan ku leeyahay federaalka oo qaybsi aan ku leeyahay oo state madaxweyne aan ka ahay marka aan macnaheedu madaxtooyada tagay qaranka Soomaaliyeed ninka madaxtooyada sida gurigiisa oo kale uu isticmaalay haddana macnaheedu igu hanjabay hadayaan ka cabsanaaya kaasi waa inuu qabtaa sharciga qaramada midoobay iyo korjoogteynteeni korjoogteyntiina hadii aan noo dhaxeysan wuxuu yiri federaalka igu ma xisaabay sidee Itoobiyaan baad igu xisaabaysaa buu ku yiri ninka la yiraahdo Lafta Green James Swan meel dheer bay kala gaareen ogaada xisaabta markay meesha joogto wuxuu yiri hadda kaalmadii adduunyada macnihii aanu siinayna state-kan oo markayse macnihii ayaa laga goynayaa hadda ogow ciidamada mushaarkooda waa laga goynayaa oo macnihii waa goosanay macnihii waa laga goynayaa haddii diidid yaani in Xasan Sheekh Maxamuud aad hoos tagtid oo aad adoon u ahaatid wuxuu yiri weligiid baa la goosto adiga xataa haddaad goyn kartid gooso ku darso isaga iskaba dhaaf adiga xataa ku dar degdeg u goy inaan dhimanno iyo inaan noolaano aad aragtidi midda kale dhexdhexaadnimadaada way ka baxsan tahay qaramada midoobay sida hadda macnihii aad meeshaan la timaaday horta Lafta Green iyo markayse ninka la yiraahdo Swan intaasaa dhex martay Lafta Green iyo Xasan Sheekh Maxamuud kulankii ugu dambeeyay xamarna intaasaa dhex martay madaxtooyadii qaranka Soomaaliyeed baa Lafta Green loogu hanjabay loogu booteeyay waxba ku dari maayo Xasan wuxuu ku yiri laba guuto oo ciidamo ah oo hawiye ah ayaan keensanaya magaalada Baydhabo waa laga diiday oo annagu maxaan nahay markuu yiri Lafta Green waxa lagu yiri hadayaan kaaga baqaynaa annaga haddaan nahay hawiye yaan kaaga cabsanaya adiga waxaan rabaa hadda soo kuguma samayn kari madaxtooyadii qaranka Soomaaliyeed hanjabaadaas iyo dagaalkaas ka dhacay walaalayaal laakiin markii dambe waxaa loo soo diray taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed taliye shub ayaa loo soo diray Lafta Green wiilku adeerka u yahay Lafta Green xamar iskeenay la yiri taliye shub ay yiri ma baxayuu yiri ma aadayo ma aadaysid mi ahaa way noo taalla wixii taliyaal ah ayaan kaa ruqsaynaya anigu kuwa cusub baan samaysanaya horta afgembigaasi ayaa ka socda magaalada Baydhabo Lafta Green dhibaatadaasa haysata ee markayse macnihii taliye shub marna adeer buu u yahay marna sodog buu u yahay ninka la yiraahdo markayse Lafta Green gabadha uu qabo Cabdixasiis Lafta Green Marwo Saynab macnihii Marwo Samsam aan dhihi lahaa waxaa dhalay ee markayse taliye shub baa dhalay sidoo kale wasiirka madaxtooyada waa taliye shub wiil uu dhalay warkii hore wadani buu ahaa laakiin hadda waxaad moodaa in markayse macnihii damul jadiid uu wax la wado marka horta Lafta Soomaali inay ogaato waay Lafta dhibaatadaas uu qabaa isagana wuxuu afcad ku yiri James Swan anigu Itoobiyaana igu xisaabaysaa walaalayaal warkaasi ma culus yahay mise ma cusla mar hadday sidaasi tahay xalaytoole magaalada Baydhabo waxaa ka socday dhaqdhaqaaq xoogan baa ka socday marka dhaqdhaqaaqaasi xoogan waxa uu ku saabsiisanaa qormada xildhibaanada soo socda 95 state-ka Maryland qormadaasi ay dhaqdhaqaaqooda socday dadku way ismuujinayeen qof walba inuu markaysa xildhibaanimadaasi uu macnihii ka mid noqdo si doorasho uu u qabsado Lafta Green alcamuum haddaan kuu soo ururiyo Lafta Green socodkiisa waxa weeye doorashada anaa kuu qabanaya nin ay dhahaan xoosh oo wasiirka arrimaha gudaha ah ayaa ku maamulaya xooshka maamuli kari waayey Puntland uu ka soo jeedo weliba caasimadda garowe Ciise Maxamuud uu ka soo jeedaa haddii Puntland doorashada isagoo dowladda federaalka Xasan matalaya haddii doorashada u maamuli waayey oo Puntland doorashadeedu ay qabsatay oo magaalada Kismaayo macnihii 13 sano ninkaasi isaga un isku caanashubaayo oo weliba xoogga ku jooga haddaysan u dhowaan karin Xasan iyo saaxiibadiisa nimanka hawiye hadda markaysa macnihii maxaa la isu sheegaa yacni digil iyo miriflow adiga keliya ayaan ku maamulaynaa doorashana markaysa macnihii macnihii aan ku qabanaynaa ma la aqbali karaa walaalayaal ma la aqbali karaa marka Lafta Green sababta uu soo gaari waayey afgooye isiinka dheer marka laga reebo macnihii hawiye iyo dowladda federaalka dhibaatada haysata digil iyo mirifla kale marka laga reebo adeerkiisaaba ku taagan anuu waxba qarin maayo nin ay dhahaan taliye shub oo ilka farkeed macnihii for leaf leh kiyaa lagu soo diray oo macnihii dhuuntu ay jeexan tahay baybka qaada maaragtay shidaalada ruushka yurub uu gudbiyo oo kale waxba aan deeqin xamar kale bar qaatay markayse macnihii isaga la laaluushay oo lagu diray digil iyo mirifle hadda waxaa digil iyo mirifle sidii gantaal oo kale loogu tuuray
طليه شوب نكاي دهان روبو او وزيرك الدين تاه يا تيك توك او دمانتود او شقيه يا شريف حسن شيخ ادن او الهي مصيبه كسو ريدي او معني شريف لا سو غمي كون جير كدرن كاسو اسغنا دغالده اسدبا جوقه لوقده وخا كدحايا بردالي كل اي اسكا كاشنيان طليه شوب اي روبو ان شليس ارك كرين ايا هدا اسكو دينحا وحين الديار ويهين إن أي دبا نيلف أما دبا دونا أي أهادان معني هوية كوية شلي ديغان كودة كسو الدولي ومعني داد كودة بابيي وبياه وبيغة كأي بناي مركا شيغيس بينو الله ناي انتاسي هدي او كدهيقي هرطا معني سياسة دبا دبا واسيداس مركا هلا يابين سببتا سراكيشي سوح القنتي معني اللو بحدلي سببتا سراكيشي الله شرقولاي سببتا معني قراحية دبا دبا يوغرد عايين hadda waad ogaatay marka shabaab inuu san ahayn shabaab banaankaas uu goof gudud ka soo weerara daynuun ay soo weerara wadooyinku gooya laakiin cidda dhibaatooyinka ku waday waxa weeye waa kuwi la islaha digli mariflay u rooyeen waxa shar sabab maxamed dheere taliya guutada sideedaad ee qaybta lixdamaad suuragal ma ahayn sagaalka baabuur ee la socotay hal nin oo hawiya lama jirin yaa basaasay yaa shirqoolay يا معني بردالة إيه قف قدود إنت أودع سوى النبض طليه جوغي آقا سايري لولك هو النبض وسوى سوى قلي كرتان وإيهي مين هذا أكو إستاقعي بابوركي أكبر دشي بابورك كالي إن أو بابوركا سيساري يهي مين هذا إن لبك صدو يا كشقي يهي ما ديقلي مرفلة دب نافصن با ما وحرت إلهي إنا تكو إذا يسيد إلهي دم بمالي إلهي معصوم وي إلهي ماركي سوح مدل ميو ما وعرت أنا ترى الملائكة إلهي يدل مسي بين بشيء جيسة ملائكة إلهي وحمد دل مسو ما وعرت ويا بابور تاس السجال كأسرنا هتا ويا ضو بين بجوج وجادو سكره لكن السجال كجاري مركي النقاقين لعبة ويستاجن كان بابور كأو بده شيء معني بابور تيسكلي بابور كيس كان كلا كلي مين هذا اللب يكس الريموت كنترول كا لقوا حاجة أيو وعند نيرتا معني بابور كاس الدب أسرنين أيه صوت جادو سيميات نيرتا بابور كاسو هل نينو ويا أسرنين marka inside job weeye waxaan hubaa macnihi ragga markaysay macnihi hadda lafta gareen taliye shub uu koow ka yahay reebow uu ku jiro jaamac uu ku jiro dagaalka inay iyagu koow ka yihiin marka shariif xasan inay koow ka yihiin marka walaalayaal xaaladda meeshaas ay maraysa